نتمنى ان شاء الله لهشام شعبان مهاجم فريق الشباب مواليد 97 التوفيق خلال الفتره الجايه، ياخد فرصه مع الفريق الاول ويتالق من خلالها. زي ما قلت لحضراتكم، كاميرا الاشبال بتتجول داخل قطاعات الناشئين في مصر كلها. رايحين دلوقتي الفيوم، ومعانا لقاء مهم مع الكابتن محمد عبد الجليل مدير قطاع الناشئين بمصر المقاصه. نروح للكابتن عبد الجليل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الاهلي اهلي، وعلى فكره برضو مش بقول كده برضو، والله العظيم والله، يعني اي فرقه بتيجي بتستقبل الاستقبال، بس برضو الاهلي والزمالك بيقوموا لهم رونق تاني، فلازم بتبقى استاد اقوى شويه مع الاحترام للفرقه كلها بامانه. الاهلي او الزمالك، انما بقيه الفرق ودايما الحمد لله الدنيا، انت شايف كله بيبقى كده نفس النظام كده، كله بره ما فيش غير ايه دول اللي هم مثلا ايه مدربين القطاع، دول اللي بس موجود، ولا لعيب ولا اي حاجه. دي ده النظام اللي احنا ماشيين ليه. انا متربي في النادي الاهلي وعارف يعني ايه النظام. انا فرحان بمؤمن ان هو متقبل ان هو ينزل بعد الانجاز اللي عمله السنه اللي فاتت واللي قبليها، لما كان بيجيب جوان كتيره في الزمالك وكده، زي احمد الشيخ برضو مره اتفرجت نزل برضو عمل ماتش حلو. بحب ان اللعيب يبقى عنده طموح انه يرجع تاني. ايه يعني لا، يبقى معترف ان هو مستوى اقل، فاللي ينزل كده ويبقى بالروح ديت هيرجع تاني ان شاء الله. والله احنا ابتدينا السنه دي شويه ان احنا نركز على فريق 97، هو الفريق الاول يعتبر، فابتدينا ان احنا فعلا نشتري لعيبه او ننتقي لعيبه من كل مصر للفريق اللي هو 97 و99. وطبعا انت عارف الموضوع ان اللعيبه يعني تلعب وكده بتاخد شويه وقت، لكن ان شاء الله ان احنا نفسنا ان احنا نبقى حاجه كده يعني تقدر تنافس الاهلي والزمالك وامبي اللي هي القطاعات المحترمه، لان دول ابتدوا قبل مننا طبعا وفرق عملاقه. فيا رب ان شاء الله اللي جاي يبقى افضل، لان احنا اشترينا السنه دي لعيبه كتير قوي 97 عشان نعمل فرقه كويسه ان شاء الله. في البدايه ببارك للكابتن اسامه حسني البرنامج، واتمنى له طبعا التوفيق في خطوته الاعلاميه ديت، وببارك طبعا للنادي الاهلي المكسب النهارده. هو اولا طبعا احنا عادتنا هنا في المقصه الحمد لله رب العالمين ان احنا يعني المنافسه عندنا في اطار الروح السامحه يعني، وفي نفس الوقت زياره النادي الاهلي، النادي الاهلي ده يعني احد قطبي الكره المصريه، ويعني في بيبقى يوم في مثلا زي فرح كده في البلد لما بيبقى موجود النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، فالانديه الكبيره ديت يعني بتسرينا يعني. والنهارده الحمد لله وخاصه معاهم كابتن عادل عبد الرحمن وله مكانه كبيره عندنا يعني، وفي نفس الوقت النادي الاهلي اي مكان بيشرف فيه يعني. الحمد لله يمكن المباراه كانت جميله وطالعه في اطار الروح الرياضيه، ويمكن شفت يمكن احنا كنا ند النهارده وضيعنا ضربه جزاء وضيعنا كذا فرصه، فالحمد لله كانت مباراه جميله الواحد استمتع بيها فعلا يعني. طبعا على كل حال احنا ماسكين الماتش كله الحمد لله، فرقه النادي الاهلي طبعا فرقه تحترم، بس احنا كنا ماشيين كويس قوي في الماتش، ربنا مش راضي المكسب ده، عن ضرب جزاء وضيعنا كذا كره بعدها، ربنا مش راضي ان احنا نكسب النهارده، فالحمد لله. هو اكيد طبعا الكابتن كان مكلمنا في الغرفه طبعا ان احنا ماتش مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ماشي اول ما بيخسرش ولا ماتش، متعادل ماتش او اتنين احنا ماشيين تاني بعدها على طول، يعني لو كسبنا النهارده كان هيبقى الفرق بونت او اتنين، بس الحمد لله وربنا مش رايد طبعا. واحنا كنا عاملين حساب النادي الاهلي ان هو طبعا ما فيش كلام، النادي الاهلي نادي كبير وماشيين كويس قوي، والحمد لله على كل حال قدرنا نعمل برضو اللي الكابتن طلبه منا، بس ربنا مش رايد ان احنا نكسب.